نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد من هنا من أمام ميديا صندوق نتحدث. هذه تسمى الجنبيات، والجنبيات هي قطعة من الأرض الخصبة بجوار فروع نهر النيل أو نهر النيل نفسه، وتسمى جنبيات وهي بطول مصر وعرضها. وعلى سبيل المثال مثلا هذه نباتات الكزبرة الخضراء، وهي من الخضروات الورقية الشهيرة والعديدة الفوائد، الفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها من العناصر الغذائية. وهذه نباتات الملوخية، طبعا نحن في نهاية الموسم، هذه نباتات الملوخية وهي في مرحلة إنتاج البذور. يبقى الجنبيات يقوم دائما الأفراد بزراعة الملوخية، الجرجير، أو كما نشاهد الخضر الورقية مثل الكزبرة من أمام نهر النيل. وبالطبع هذه فسائل النخيل. إذن نهر النيل هو نهر الخير، هو الزرع، هو الدرع، هو النقل البحري، هو كل شيء بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.